الأدنى للعبور، وفي كلام كتير بيتنطور عكس بعضه. في الحقيقة أنا لسه مشفتش لحد دلوقتي قرار طالع بيقول هو احنا بنقول ايه. يعني كل اللي عندنا كلام بيقول ان الحكومة هتعمل بالنسبة لموظفين الحكومة حد الأدنى للدخل 1200 جنيه ونقطة. فده بيفتح كلام كتير جدا، بيفتح كلام هو الحد الأدنى للدخل ده، يعني غير ان احنا كنا بنطالب انه يبقى التطبيق على الحد الادنى للاجر مش الحد الادنى للدخل، واصلاح منظومه الاجور المرعبه دي اللي فيها ناس في الحكومه بياخدوا قد ناس تانيين 10 مرات وعلى نفس الدرجه ونفس الوظيفه وحاجات بالشكل ده. بس ده بيفتح يعني فتحه كبيره خالص. هل هو هيتطبق مثلا على المؤقتين ولا مش هيتطبق على المؤقتين؟ هيتطبق على الناس اللي بالعقود في الصناديق والحاجات المختلفة ولا مش هيتطبق عليهم؟ الواضح تماما سواء من القرار او من ردود فعل الوزراء لأول وهلة اللي طلعوا اتكلموا في الموضوع ما مفكروش في تدريج مرتبات، وبناء عليه فكرة ال 67 مليار اللي هم عايزين يوفروها دي، لا هم مش محتاجين كل ده. هم كل اللي بيفكروا فيه انه كل اللي اقل من 1200 هنرفعه ل 1200. وحتى هل يا ترى هو بيفكر في الحد الادنى للدخل زي ما كان ايام مرسي بيفكر انه ده موظف الدرجه الثالثه اللي معاه بكالوريوس او ليسانس، ولا العامل اللي لسه بيدخل اول مره لسوق العمل ومعهوش اي مؤهلات ولا خبرات ولا اي حاجه في الدنيا؟ ده يفرق عن ده. يعني لو هو بيتكلم عن موظف الدرجه الثالثه ولا انا بتكلم عن 1200 يبقى الثانيه بقى اقل منه بالتاكيد. فدي مشكلة موجودة في الموضوع. مفيش كلام عن تدريج مرتبات بالمرة، ودي هتعمل له بوليكة كبيرة في الحقيقة في وسط الموظفين. أنا بشتغل بقالي 11 سنة بالماجستير، مرتبي دلوقتي الدخل بتاعي كله على بعضه بالحوافز 1100 جنيه. هيزودني هيخليني 1200، حلو. طيب هل هو هيجيب اللي لسه هيعينه يخليه 1200 زيي؟ طب بلاش، أنا اللي شغالين من قبل مني من 20 و30 سنة هيعمل فيهم إيه؟ يعني احنا بنتكلم عن ان هو زود الدخل من 732 ل 1200، يعني 468. لو انت عملت نسبه كده 468 على 732 تطلع اكتر من 60%. فلو هو عايز يحسبها بالمنطق الحسبه دي، فالمفروض ان هو كل الموظفين وكل العاملين في الحكومه يبقى بيزودهم بنفس النسبه على اجورهم. يعني لو انا عايزه ابقى نقلت كل الناس نفس النقله بالتساوي، بشوف انه يعني احد طرق الحسابات في رايي انه اشوف انت زودت الحد الادنى ده بنسبه قد ايه وزود كل الناس بقى زيه. زق الفوق. تمام؟ بس هو في الحقيقه برضه بالحسبه دي هتفضل بعكاكه البعكاكه المتلخبطه بتاع الاجور ما بتتحلش، لانه هيفضل في عندك يعني احنا عندنا اقل حد في موظفين الحكومه ده دلوقتي حافظه 200%. ده بعد القرار اللي طلعه حسني مبارك قبل ما يمشي مباشره، ودي عملت فرق نوعي في مرتبات موظفين الحكومه في الحقيقه، لانه الحافز قبلها مباشره كان 75% بس، فزاد بقى 200% مع ال 30% اللي يامي الهوجه بتاع الحد الادنى للاجور، فالموضوع رفع. بس فضل عندك، لانه انت عندك اعتقد انه الاجر الاساسي من منظومة الأجور في مصر بيمثل 20%، والأجور المتغيرة بتمثل 80%. يعني أنت عندك هرم مقلوب غير العالم كله، وبالتالي ده بيدي فرصة للفساد في توزيع الأجور المتغيرة، فرصة كبيرة جدا، لأنه ما بيبقاش فيه قواعد واضحة، بالإضافة للتفاوض ما بين مكان ومكان. يعني أنا في القوى العاملة الحافز تقريبا الوحيد عندنا هو 200%. الضرايب العقارية بعد النضال بتاعهم بقت عندهم الحوافز حوالي 400%. بتوع ضرايب المبيعات بياخدوا حوالي 11 ضعف، بياخدوا 100 وحاجه في يعني 11 ضعف اجور متغيره. البترول هتلاقيه اكتر وهكذا. فانت عندك بعكيكه ليها دعوه بان الموظف اللي داخل هنا على نفس الدرجه وبنفس المؤهل بياخد في الجهات الحكوميه في اجور متغيره طول الوقت، وكل ما الموظفين بيقدموا كل ما المساله دي بتكبر، كل ما مرتبهم لو يعني الفرق في موظفين الحكومه ايه؟ ان انت عندك العلاوه 3 جنيه بس طريقه حسابه العلاوه وما يترتب على العلاوه بيخليها بتفرق.
مش بياكل 6-3 جنيه. فده نفس الكلام ان كل ما الموظفين بيقدموا، وجهاز الحكومه دلوقتي بقى شايف اصلا لانهم موقفين التعيينات من 85، فانت عندك بعقيده كبيره. فهو حتى لو زود الاجور بالمنطق ده، في عنده نفس التفاوت هيفضل شغال. فهو المساله عايزه حلول في رايي جذريه، بس انا ما افتكرش ان هم بيفكروا في التدريج. ولو ما فكروش يدرجوا هيبقوا فتحوا على نفسهم فتحه ما تتسدش في وسط الموظفين في الحقيقه. يعني انت عمال تقول لي انا هزود مرتباتك، انا عملت الحد الادنى للاجور 1200 جنيه وانا موظف ما لقيت نفسي ما فرقتش معايا، والاجور زادت والاسعار زادت في الشارع. انا بالنسبه لي دي فيها مشكله. الكلام بالنسبه للقطاع الخاص مختلف عن كلام الحكومه. الكلام بالنسبه للقطاع الخاص لسه بيناقشوا، بيقول لك لا انه طبقا لقانون العمل اللي بيقر الحد الادنى للاجور هو المجلس القومي للاجور بالنسبه للقطاع الخاص، وده بيطلع بقرار من هذا المجلس مش بقانون. وهم ده اللي كانوا بيطلبوه اصحاب الاعمال، ان احنا عايزينه يطلع بقرار عشان ما يبقاش ملزم. يا جماعه ما تجيبليش قانون يبقى انا مجبر ان انا انفذه. بيتكلموا الكلام ده بشكل واضح، والكلام لحد دلوقتي على 800 جنيه. لا حد جاب 1000 سيره 1000، ولا حد جاب سيره 2000، ولا حد جاب سيره اي حاجه من الحاجات دي. كلام في المناقشات في اللجنه دي لغايه دلوقتي واقف عند 800 جنيه، وفي محاولات تاجيل لاقرار الموضوع اسبوع اسبوعين، ولسه مش عارفين هيبقوا بيقرروا لحد فين. بيتكلموا ان في 1000 محاولات. يعني لغايه دلوقتي لسه ما فيش حاجه طلعت في الموضوع. ففي الاشكاليه الثانيه دي ان انت يبقى في عندك حد ادنى للاجور في الحكومه غير حد ادنى للاجور في القطاع الخاص، في حين هما الاثنين بيشتروا من سوق واحد وبيركبوا نفس المواصلات وبيعيشوا نفس العيشه. وبل بتوع القطاع الخاص يعني لا مؤاخذه يعني بتطلع عينهم، في حين ان بتوع الحكومه يعني شروط وظروف عملهم مرتاحه بشكل اكبر بكتير عن القطاع الخاص. ويمكن الكلام اللي بيقوله محمد يبقى مظبوط، ان دول اكتر ناس صوتهم عالي، ان دول اكتر ناس كتله ممسوكه، يبقوا دول هما اللي بيهيصوا ويزيطوا للنظام. في الحقيقه يبقى فكره ان احنا نبقى بنحاول نرضيهم ممكن فعلا تبقى واردة في الحسبان عند الناس دول. بس يعني في مشاكل كتيره، في مشاكل لها دعوه بالتمويل. هل هو بيفكر يمول مثلا من انه هياخد من بند الدعم؟ هل بيفكر يمول من انه هو هياخد من بند التعليم؟ هل بيفكر يمول ان انه هياخد من بند الصحه؟ ولا زي ما محمد بيقول انه المنطقي انه يمول من الحد الاقصى للاجور ومن فرض ضرائب تصاعديه وغيرها من الحاجات؟ ما فكره انه ما بيتكلمش هيمول منين دي نفسها بحد ذاتها برضه تبقى بتقلق، وتبقى بتخلينا نحط تساؤلات كتير خالص. يعني الموضوع كله على بعضه في رايي وهو محتاج اراده سياسيه اولا تفرض انه هنيجي على اصحاب الاعمال عشان العمال. لو احنا عايزين نعمل شويه عداله اجتماعيه هنغير منظومه الاجور، حتى لو هنزعل اللي بيقبضوا بشكل متفاوت كبير فوق خالص، بس انا هبقى بحاول اقرب المسافات ما بين الموظفين. بس هو لا يجرؤ يعمل ده ولا يجرؤ يعمل ده. هطبق الحد الاقصى للاجور، بس هو نفسه مش هيطبقه على نفسه. في الحقيقه اللي المنوط بياخد هذا القرار المفروض يطبق عليه. فبأي منطق انا متصور ان هو هيطلع هذا القرار اللي هو يعني هيبقى بيتحسب عليه اول واحد. بس انا رايي انه الميزه في المساله دي هو فكره الحرق، فتح الحوار في مساله الحد الادنى للاجور دي. ممكن تبقى الفايده في الموضوع ان احنا خرجنا من فكره لا صوت يعلو فوق صوت المعركه الى فكره الاجور ومشكله الناس الاساسيه في الموضوع اللي هي ممكن تبقى بتعمل حراك بشكل كبير.